كل سنة يزيد مليون أطفال يزيدون من بركات الزواج، فإحنا مديونين كل سنة مليون مدارس ماكو، مليون ثاني حصار، مليون ثالث محتل، مليون رابع طائفية، لازم نسوي لهم مدرسة وشوارع، وإذا كل ما تسوي ما يبين أنت مديون. فإحنا مديون 10 سنوات على الأقل، لا تحسبوها، على الأقل 10 سنوات هاي المليون المليون ما قاعد نوفر لهم شيء. فإحنا من بركات هذا اللعين المجرم اللي راح خلى البلد يتأخر، هالملايين اللي انولدت واللي بقت بدون لا راتب ولا شارع ولا مدرسة ولا مستشفى ولا غيره. وين راحت ميزانيات العراق من 2003 للآن؟ هل انبنت مستشفى؟ بلط شارع؟ شنو اللي صار؟ من حيث الأموال، بس مبيعات النفط 900 مليار، بس القروض لحد هاي اللحظة اللي أنا قاعد بيها 111 مليار، بس من بنك الاحتياط المركزي 45 مليار، هاي كلها انسحبت وانصرفت. شنو اللي صار؟ ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عما جرى خلال السنوات الماضية من ضياع مئات المليارات من أموال الشعب العراقي في مشاريع وهمية ومقاولات مبنية على المحاباة والفساد.